السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، اليوم سنرى كيفية الحصول على المزيد من الخيارات في قائمة Envoyver أو Send2 آه، قائمة Envoyver أو Send2 آه، تحتوي على بعض المجلدات لإرسال الملفات إليها نتعلم في هذه الحلقة كيف نضيف المزيد من الخيارات إلى هذه القائمة آه كما ترون الان آه القائمه الان عاديه عندما نريد ارسال ملف سنجد هذه المجلدات آه سنرى اليوم كيف نقوم بتوسعتها نقوم اذا بالضغط على زر شيفت ثم نضغط على باليمين على زر الفاره الان نجد ان القائمه موسعه وفيها العديد من الخيارات شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم